با 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 على رأي حفيظ الدراجي، المنتخب الجزائري يخرج من بطولة أفريقيا بنقطة واحدة بس، اللي انت تعادل مع سيراليون. اللي حصل لمنتخب الجزائر زي ما أنا كاتب في العنوان بتاع البث ده، هو فعلا كارثة بصراحة. وما عجبنيش الكلام اللي حفيظ الدراجي قاله في الماتش على الوصف اللي حصل على منتخب الجزائر، لأن أنا بصراحة مش عايز أكون قاسي قوي، بس هو ده الواقع اللي لازم الناس تبقى شايفاه والجمهور يبقى شايفه. بعد اول ماتشين كان في التماس للعذر لمنتخب الجزائر في سوء توفيق مش طبيعي، كور كتير قوي ضاعت، واتكلمت في النقط دي وقلت ان في ممكن ارضيه الملعب تلعب دور، سوء توفيق، فرص كتير بتضيع، في تنشنه زياده. ولكن ماتش كوت ديفوار النهارده ده كشف حقائق كتير. منتخب الجزائر مبدئيا هعيدها تاني، حامل اللقب باللعيبه اللي معاه، سكواد تقيل جدا وقوي جدا، منتخب الجزائر بالفريق الثاني اللي كسب البطوله العربيه، وهو بيلعب ضد منتخب، لعب ضد منتخب تونس اغلب عناصره اساسيين، لعب ضد منتخب مصر اغلب عناصره اساسيين برضو. فمنتخب الجزائر ده متوقع منه ومنتظر منه اكتر من كده بكتير. منتخب الجزائر اللي كسب بطوله افريقيا في 2019 متوقع ومنتظر منه اكتر من كده بكتير. انت بتلعب في مجموعه فيها سيراليون وغينيا الاستوائيه وخرجت بنقطه، الهزيمه من الكوت ديفوار 3-1 حاجه، وان انت خرجت من البطوله بنقطه واحده بس وانت معاك غينيا الاستوائيه وسيراليون، ودول فرقتين مستواهم ضعيف جدا، بتعادل مع فرقه منهم وهزيمه من الفرقه الثانيه، فدي كارثه. منتخب الجزائر كان ممكن، انت بتتكلم في بطوله افريقيا يا جماعه فيها احسن توالد، انت بتتكلم في 6 مجاميع يعني 24 فرقه، في منهم 16 بيصعدوا، فان انت ما تعرفش تطلع احسن توالد في من ال6 مجاميع دي كارثه. انا يعني منتخب مصر في المجموعه اللي احنا فيها مع نيجيريا وغينيا بيساو ومنتخب السودان، احنا لما خسرنا من نيجيريا 1-0 الانتقاد للمنتخب، منتخب مصر كان انتقاد لادع وقوي جدا، وما بقولش ان هو كان ظالم خالص، والانتقاد للمدرب كان في محله. بس انا زي ما بنتقد منتخب مصر وزي ما سمعت المعلق بتاع ماتش، كان مش فاكر كان مين، مباراه المغرب والجابون، وهو بيتكلم وبينتقد منتخب المغرب لاداؤه ضد منتخب الجابون كان سيء جدا. فالنهارده بعد الاداء ده وبعد اداء الجزائر في كل المباراه لازم الانتقاد يكون على مستوى الحدث. منتخب الجزائر لازم كان يطلع منه احسن من كده بكتير. موضوع ان الارض كان سيء النهارده، كوت ديفوار لعبت كوره على الارض بشكل مش طبيعي، منتخب مرعب، انا مش عارف احنا هنعمل معاهم ايه في دور 16، ده حوار تاني. منتخب قوي قوي وبيلعب كوره على الارض، وانت لعيبه الجزائر بتعرف تلعب كوره على الارض، فهم شالوا موضوع الارض اهو، شالوه، ما هم بيلعبوا ضدك النهارده. كوت ديفوار عملوا مليون هجمه وكلها كور ملعوبه على الارض، بيطلعوا من نص ملعبهم بمثلثات بكره على الارض. فمنتخب الجزائر فيه كميه سلبيات مش طبيعيه، وفي سلبيات قويه جدا للمدرب، لجمال بالماضي لازم يتحمل المسؤوليه، اللعيبه كمان لازم تتحمل المسؤوليه. اللي حصل مع منتخب الجزائر في البطوله دي ممكن احطه على نفس ليفل اللي حصل مع منتخب مصر في بطوله 2019 والخروج على ارضنا من جنوب افريقيا. صحيح ان منتخب الكوت ديفوار قوي، بس انت لعبت ضد فرقتين تانيين، كنت لازم، ما ينفعش تاخد نقطه من سيراليون وغينيا الاستوائيه، ما ينفعش ماتش غينيا الاستوائيه انت خسرت 1-0 ده في الاخر، اللي كنت لازم تعمل رد فعل اقوى من كده بكتير. يعني في حاجه صدمتني في الماتش ده، منتخب الجزائر من اقوى الحاجات اللي عنده هي الروح بتاعه اللعيبه لما، ورد الفعل لما بيجي فيهم جول، دي قوه مش طبيعيه عند لعيبه الجزائر، دايما لما يجي جول في رد فعل قويه. النهارده انت دخل فيك حظك كان وحش في اول كره اللي جت في العارضه لعبد الناصر، لما دخل فيك الجول الاول انا ما شفتش رد فعل، لما دخل فيك الجول الثاني انا ما شفتش رد فعل، لما دخل فيك الجول الثالث انا برضه ما شفتش رد فعل. كور خطورة منتخب الجزائر كانت كلها من كور ثابتة وعلى فترات متباعدة، وعمرهم ما كانوا يعني الكوت ديفوار كانت أقوى بكتير بكتير. فأنا يعني عايز بس أبين لك أنا جاي منين. التمست العذر لمنتخب الجزائر في أول ماتشين إلى حد ما، لأن كنا بنقول أوكي ممكن المنتخبات التانية أقل وفي عشوائية في الملعب وأنت عليك ضغط إنك لازم تكسب وأنت حامل اللقب و و و و، بس دلوقتي تلعب ضد منتخب الكوت ديفوار منتخب منظم وبيلعب كوره والعشوائيه قلت، برضه خسرت. ف هارد لك لكل الجماهير الجزائريه بصراحه، لازم يكونوا زعلانين بعد اللي حصل ده، و
انا مش حاسس ان انا قادر اقول هارد لك للعيبه منتخب الجزائر ولا للجهاز الفني بعد الاداء اللي حصل ده، ان انا في رايي ده اداء هزيل جدا جدا، منتظر اقوى من كده بكتير. معرفش هل دي ثقه زايده بعد البطوله العربيه، لان منتخب الجزائر في البطوله العربيه كان قوي جدا بالفريق التاني. يعني هقول لكم مثال ياسين ابراهيمي في البطوله العربيه كان افضل لاعب في البطوله بشكل مش طبيعي. ياسين ابراهيمي كان واخد وضعه في منتخب الجزائر في البطوله العربيه كقائد، هو هنا مش واخد وضعه لان في لعيبه تانية محترفه، في لعيبه تانية كبيره، في اسامي تقيله قوي تانية. فالنهارده لما نزل في شوط تاني ضد كوتيفوار شكل منتخب الجزائر اتحسن شويه. هل يوسف البلايلي بعد الاداء الرائع اللي عمله في البطوله العربيه هل ده اثر عليه بالسلب بدل ما ياثر عليه بالايجاب فما ظهرش في بطوله افريقيا؟ بقول لك اللعيبه مش هقدر التزمز لهم. الارض وحشه والاجواء صعبه، بس في الاخر النهارده اتفرجنا على كوتيفوار بتلعب كوره، فانا مش قادر التمس للعيبه موضوع الارض. احنا هنلعب على نفس الملعب ده، احنا هنلعب كوتيفوار في نفس ارضيه الملعب ده، ومش هقدر التمس للاعذار خالص عن الارضيه، لان النهارده كوتيفوار لعبت على ارضيه ومنتخب كوتيفوار ده كله محترفين. يعني مش هقدر اقول لك ان ده منتخبات افريقيه متعوده تلعب في ملاعب وحشه وبالتالي ده في صالحهم، لا، كوتيفوار دول كلهم بيلعبوا في اوروبا زي لعيبه الجزائر دي كلها بتلعب في اوروبا. فبصراحه في خيبه امل كبيره قوي قوي. كان في سوء حظ في الثلاث ماتشات وعدم توفيق في كور كتير، بس مش هو ده السبب الرئيسي في اللي حصل في منتخب الجزائر النهارده. في مشاكل فنيه وفي مشاكل اداريه، ولازم يتم محاسبه الاعداد انت عديت للبطوله دي ازاي. مفيش اي تناسق ما بين اللعيبه، هي مواهب فرديه بدون اي تناسق. وزي ما قلت في اللايف اللي فات، في اوقات كتيره في ماتش الكوتيفوار بتلاقي منتخب الجزائر مفيش نص ملعب، هو في ثلاث اربع لعيبه زاروقي ساقط ما بين اثنين قلبي الدفاع قدام الجول قدام رايسن بولحي، وبقيه اللعيبه كلها قدام. انا ما اعرفش ليه خرج مثلا بغداد بونجاح. بغداد بونجاح كان سيء في البطوله دي، ده الواقع. اسلام سليماني كان سيء في البطوله دي، بس انا كنت شايف انه ممكن الاثنين سترايكرز مع بعض قدام كان يدي لك شويه، يزود فرصك شويه فانت تسجل، بالذات ان الخطوره كلها كانت من الكور الثابته. بس مفيش اي جمله بتتعمل من ناحيه اليمين ولا ناحيه، مفيش اي تناغم ما بين رياض محرز ويوسف عطال ناحيه اليمين والناحيه الثانيه سعيد بالرحمه او البلايلي مع رامي بن سبعيني. ده مش رامي بن سبعيني بتاع مونشن جلادباخ، رامي بن سبعيني عنده اعلى من كده بكتير. فالنهارده كله لازم يتحمل المسؤوليه من الجهاز الفني والمدرب. لو مجموعه الجزائر كانت اقوى من كده، لو الماتش ده كان في دور ال 16 والجزائر خسرت كده من كوتيفوار، فخلاص انت في النوك اوت خرجت كده، ممكن تقول خلاص الماتش ده فيه لعيبه اوف، الماتش ده الاداء كان سيء، تنتقد الماتش ده. انما انت لما تيجي تبص على مشاركه منتخب الجزائر بامكانياتهم قدرات لعيبتهم وحامل لقب البطوله واللي هو لسه واخده، يعني كلها ايجابيات، وتقول ان انت طلعت بنقطه واحده من مجموعه فيها سيراليون وغينيا الاستوائيه والكوتيفوار في الاخر خسرت منها من غير ما تنافسهم اصلا، فانا اسف انا مش متفق خالص مع حفيظ الدراجي. لا، انا ما اقدرش ان انا اسقف واقول هارد لك يا جماعه، انتوا قدمتوا زي منتخب الجزائر في كاس العالم ولما خرجوا من المانيا حاجه مرعبه، كله كان بيسقف منتخب جبار. انما النهارده انا ما اقدرش اقول هارد لك للمنتخب ده على الاداء الاجمالي بعد ثلاث ماتشات. لا، ده سيء يا جماعه. احنا بننتقد منتخب مصر اقوى بكتير ما بننتقد المنتخبات العربيه التانية، علشان الناس بتبقى يعني مش عايزه تزعل الجماهير التانية، بس هو ده الواقع. معلش، انا زي ما بتكلم عن منتخب مصر زي ما بتكلم عن الجزائر، زي ما بتكلم عن المغرب، زي ما بتكلم عن تونس، بالذات الجزائر، لان الجزائر احنا متابعينها قوي وهو فعلا اقوى منتخب عربي، بس واضح ان البطوله دي مش بتاعه العرب خالص، واضح ان بطوله افريقيا دي هي بتاعه الافارقه. يعني لا الجزائر اقنعت ولا مصر اقنعت ولا تونس اقنعت، هنشوف تونس النهارده بالليل يعني، بس ما اقنعتش ضد مالي على الاقل، وتونس حاله لوحدها شويه من كل الكورونا اللي عندهم، ففي عذر ملموس، ولا المغرب اقنعت. فمنتخب الكوتيفوار ده احنا هنلعبه زي ما قلت قبل كده، احنا هنلعبه بعد ست ايام، دي حاجه كويسه ان احنا هنريح اسبوع قبل ما نلعب الفرقه المرعبه بدنيا دي. فرانك كيسي، انا مش قادر اتخيل فرانك كيسي والتاني اللي اسمه مش سيري داي، اللي نزل اسمه داي ايه، اسمه مش عارف ايه داي، اللي هو سيري. ايه حاجه سيري، مش حاجه سيري، نمره اربعه اللي بيلعب في فولهام ده ابو شعر اصفر في نص الملعب، لعيبه بدنيا تقيله قوي قوي قوي. كيسي انا مش قادر اتخيله وهو بيلعب ضد نص ملعبنا. منتخب الجزائر النهارده انت ازاي الماتش فتح خالص خالص، الكوتيفوار كانت ممكن تكسب اربعه وخمسه
ما ينفعش ما ينفعش فريق تقيل ينهار بالشكل ده، والنقد لازم يكون على مستوى الحدث. ما ينفعش حد يعني دي من الحاجات المهمة قوي، ان من رسالة الجمهور الجزائر ما تخلوش حد يقنعكوا ان اللي حصل ده عادي او مقبول او نطلع بالايجابيات، لا. وفي نفس الوقت ما ينفعش تهد كل حاجة، لان انت داخل على ماتش تصفيات كاس عالم مهمة قوي 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 قوي، لازم تكسب تصفيات كاس عالم في مارس. فلازم ما بين الاثنين لازم يكون في نقد قوي جدا عشان اللعيبه تدخل على ماتش تصفيات كاس العالم مركزه وعارفه ان هي انت ما ينفعش تكسب بطوله افريقيا من غير ما تلعبها. انا عايز اقول على حاجه، منتخب مصر 2006 2008 2010 احنا خدنا البطوله دي ثلاث مرات. لما كنا بندخل بطوله 2008 خلاص احنا 2006 ما كناش مرشحين اصلا احنا نكسبها غير بس عشان احنا حامل اللقب يعني. لما دخلنا بطوله 2008 بقيت القاره الافريقيه الناس كانت بتقول مصر مرشح قوي، احنا جوه مصر لا ما كناش شايفين كده، واللعيبه ما كانتش شايفه كده خالص. منتخب الكوتيفوار ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا كانوا منتخبات مرعبه. ولما خدناها في بطوله 2008 واحد اخير 2010 كنا برضو الناس تقول انت مرشح بس احنا شايفين نفسنا لا احنا الفرقه دي اضعف مننا، فانت محتاج تحط يعني 200 300% عشان تعرف تحاول تنافس على اللقب ده اصلا. فانا هل ممكن ان منتخب الجزائر لعيبه الجزائر كانت حاسه ان انا مرشح اول وبقوه ومعايا اسامي تقيله فاقدر اكسب البطوله دي باقل مجهود؟ دي ده فخ بالذات في افريقيا. ما ينفعش تستهين خالص بالقاره دي لان القاره ملهاش كتالوج. فمنتخب الجزائر لازم يكون في نقد وحساب للعيبه علشان من غير ما تهد خالص، لان انت داخل على ماتش كاس عالم والفرقه دي عندها اكتر من كده، انت عارف عندها اكتر من كده والراجل الماضي عنده اكتر من كده. فمحتاج ان يكون في نقد قوي جدا ولكن في نفس الوقت بناء علشان اللعيبه تدخل بروح مختلفه تماما في ماتش تصفيات كاس العالم. اللي منتخب الجزائر طبعا هو تصنيف اول فهيلعب اول مباراه خارج ارضه والمباراه الثانيه على ارضه، ففرص صعود منتخب الجزائر لكاس العالم عاليه جدا جدا، ودي اعتقد هتكون مصالحه الجيل ده للجماهير بالصعود لكاس العالم. وانا شايف ما زلت شايف ان المنتخب ده ان شاء الله يصعد كاس العالم وهيعملوا ممكن عندهم القدره انهم يقدموا مباريات قويه جدا في كاس العالم. في رايي منتخب الجزائر ده هو اكتر فريق عربي عنده فرصه ان هو يقدم مستويات قويه في كاس العالم، بس لازم تصعد الاول. احنا كان في نبره ان الجزائر كده كده في كاس العالم، لا انسى النبره دي، الجزائر كده كده مرشح اول وهياخدوا البطوله الافريقيه دي، لا ننسى بقى النبره دي. ده الدرس لازم تتعلمه من البطوله دي وتنزل الماتش كاس العالم بروح مختلفة وعقلية وفكر مختلف تماما تماما تماما. واعتقد ان دلوقتي اكيد جمال باضي هيبدا ان هو يبص ما بين الفرقة اللي كسبت البطولة العربية هو ما كانش معاهم والفرقة دي، وهيبدا يعمل مزيج قوي ما بين الاثنين ان مفيش لعيبة ضامنة مراكزها والكلام ده كله. فهارد لك لكل الجماهير الجزائرية، بس لازم يبقى في وقفة زي ما قلت. في الاخر احنا هنلاعب منتخب الكوتيفوار، ده منتخب قوي جدا جدا مش بس بدنيا ولكن كورته عاليه قوي قوي قوي. هيبقى ماتش صعب صعب جدا، اتمنى ان احنا نكون متماسكين دفاعيا. ما تنساش برضو ان الجزائر النهارده كانت نازله لازم تكسب فرق اتنين، ففاتحين قوي مساحات كتير قوي ورا، احنا نازلين ماتش 0-0. ماتش مصر والكوتيفوار ده انا هتكلم عليه بتفاصيله وتكتيكيا وهنلعب ازاي ونعمل ايه وازاي ان انت تحاول ان انت تتغلب على اسلحه الكوتيفوار دي. بس خلي بالك ان كل الفرق الافريقيه بتجي لها فتره وفي دروب، يعني منتخب الكوتيفوار بكل قوته ده جات له فتره وعمل دروب، كان ممكن الجزائر يخطفوا جولين كمان عادي حتى وهم اوحش في المباراه. كل المنتخبات حتى نيجيريا ضدنا لعبت ماتش قوي جدا كانت اقوى مننا بكتير، بس في الاخر حصل لهم دروب، في الدروب ده كنا ممكن نتعادل عادي. فمنتظرين ماتش تونس النهارده بالليل بالتوفيق لمنتخب تونس. هو كده كده صعد خلاص ثلاث نقط، كده كده منتخب تونس صعد يا اول يا ثاني يا ثالث. هنشوف بقى هما هيصعدوا في انهي مركز. ما افتح كده مرق المجموعه عشان كنت لقيتها عندك، افتح كده الجروب عشان الماتشات بتاعه الدور الثاني خلاص الى حد كبير اتحسمت. انت بقيت بتتكلم على ان بوركينا فاسو هتلاعب الجابون ونيجيريا هتلاعب الفائز من الثالث من مجموعه تونس، وبعد كده السنغال ضد كاب فيردي، غينيا هتلاعب الفائز من المجموعه، وبعد كده غينيا الثانيه هتلاعب الثاني المجموعه، الكاميرون ضد جزر القمر، مصر والكوتيفوار، والكسبان يلاعب الكسبان من المغرب وملاوي. فلو تونس طلعت ثاني المجموعه هتكون في نفس ناحيتنا احنا والمغرب. بالتوفيق لمنتخب تونس وهارد لك لكل الجماهير الجزائريه. سلام.